أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التحول للطاقة المستدامة يعد أحد العناصر الأساسية لرؤية مصر 2030، ويعكس اهتمام مصر بالتنمية الشاملة، فضلاً عن عوائده الاقتصادية التي تمثل إضافة حقيقية للتنمية الوطنية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي لبحث جهود الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقه المتجدده والمهندس طارق المله وزير البترول والثروه المعدنيه المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه المستشار احمد فهمي صرح بان السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على جهود الحكومه لتنفيذ الاستراتيجيه الوطنيه للهيدروجين الاخضر حيث تم استعراض سيناريوهات انتاج الهيدروجين ومحاور خطه العمل خلال المرحله المقبله على المستويين التنفيذي والتشريعي واجراءات بناء القدرات الوطنيه واضاف المتحدث الرسمي ان الاستراتيجيه تستهدف ان تصبح مصر احدى الدول الرائده في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم وهو ما سيتيح توفير المزيد من فرص العمل وزياده الدخل القومي خلال الاعوام المقبله فضلا عن تعزيز خفض الانبعاثات بما يتفق مع الجهود الوطنيه لحمايه البيئه وقد تناول الاجتماع في هذا الصدد المشروعات المقرر اطلاقها في المرحله المقبله لتنفيذ الاستراتيجيه الوطنيه والدور الذي ستقوم به الدوله لخفض تكلفه انتاج الهيدروجين فضلا عن السيناريوهات المستهدفه لتخفيض واردات مصر من المواد البتروليه وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد ببدء الحكومه في تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها وتوفير البنيه التحتيه اللازمه لها مؤكدا ان التحول للطاقه المستدامه يعد احد العناصر الاساسيه لرؤيه مصر 2030 ويعكس اهتمام مصر بالتنميه الشامله فضلا عن عوائده الاقتصاديه التي تمثل اضافه حقيقيه للتنميه الوطنيه.